أصدقائي، بعتذر منكم على تأخير لتنزيل الفيديو، وهذا بسبب بعض الظروف الخاصة اللي أخرتني عن التنزيل، ولكن من الآن حنرجع نكمل عملية التنزيل مثل ما كنا متعودين. وهسه بترككم مع الفيديو، مشاهدة ممتعة. هلو ايفريبادي، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. انا البارتندر بشار محفوظ من قناتي بي كي ستيج. اصدقائي، قبل ما نبلش فكرة الفيديو لليوم، بليز لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس، حط لايك واعمل شير للفيديو، انك حتستفيد منه كتير. فكرة الفيديو لليوم هي كيف نعمل ميلك شيك الاوريو وميلك شيك فانيلا في البيت. فأنا راح بلشكم بالميلك شيك فانيلا، وبعد هيك ميلك شيك الأوريو. راح نحتاج بس آيس كريم وحليب. الآيس كريم نحتاجه هي الآيس كريم فانيلا للاثنين ميلك شيك، اللي هو الميلك شيك فانيلا والميلك شيك أوريو. استنونا. وهلا أصدقائي راح نبلش بالميلك شيك فانيلا. راح نحتاج 3 سكوبات من الفانيلا، الحليب تقريبا 150 ملل من الحوض، هيك أصدقائي بكون ميلك شيك الفانيلا جاهز. وهلا أصدقائي رح نعمل الميلك شيك أوريو. طبعا أصدقائي أنا حستخدم نفس البلندر ونفس النهدو اللي فيه، لأنه رح أرجع أستخدم الفانيلا آيس كريم مرة تانية. برجع بحط نفس المقدار 3 سكوبات من الفانيلا آيس كريم. هلا الفرق إنه إحنا رح نحط بسكوت الأوريو مع الفانيلا آيس كريم. نحط باكتين الأوريو بسكتس. نحط الحليب نفس الكمية اللي هي 150 ملل. طبعا أصدقائي أنا بحط للقرمش شوكليت سيرب. طبعا شوكليت سيرب كتير سهل، ممكن تعمله مع من كاكاو ومي. وهيك أصدقائي بكون وصل لهذا الفيديو، وإن شاء الله يكون عجبكم واستمتعتوا فيه وعرفتوا كيف نعمل ميلك شيك في البيت، ميلك شيك الأوريو وميلك شيك الفانيلا. أصدقائي لا تنسوا تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، لأنه أنا بدعمكم بستمر. وثانك يو.